ملك تيتي هو أول ملوك الأسرة الستة. الحقيقة كان في نبلاء كثيرين في عصر هذا الملك وأنشأوا الكثير من المصاطب أو المقابر. إحنا النهاردة في حلقتنا دي هنزور أحد المقابر أو المصاطب لنيكاو إيسيسي، وهو كان أمين الخزانة في هذا التوقيت. هنتعرف عليها، هنتعرف على قيمتها الأثرية والإنشائية أيضا، فتابعونا ودنيا السياحة. هذا هتكون من مكان غني جدا بالآثار، مكان ليه علامة هامة جدا في عقول المصريين والأجانب أيضا. إحنا النهاردة في منطقة آثار سقارة، معنا أستاذ تامر مختار، هنتكلم عن أهمية هذه المنطقة الأثرية من خلال زيارتنا لبعض المقابر. الأول هتعرف على حضرتك. في البداية أنا اسمي تامر مختار، مفتش آثار مسؤول هنا عن قطاع تيتي. طبعا بالنسبة لقطاع تيتي، هو ينتمي للملك تيتي وهو أول ملوك الأسرة السادسة. القطاع هنا يتميز بحاجة كويسة جدا، ان في مقابر افراد طبعا تنتمي لعهد الملك تيتي، من ضمنها طبعا ميري روكا وكاجيمني ونيكاو اي سي سي ونيفرسيشن بتاح وعنخ محور وإينو مين. المكان هنا يقع في الجهة الشرقية الشمالية للهرم المدرج اللي هو الستيب بيراميد، اللي هو اشهر مكان هنا، اللي هو اشهر لاند مارك هنا طبعا، اللي هو هرم الملك زوسر، الهرم المدرج، وده اول بناء حجري في التاريخ اسسه المهندس. بعض بيظن ان هو لما يجي يزور منطقه اثار سقاره فهو بيزور هرم سقاره بس. لا طبعا، منطقه اثار سقاره هي منطقه متنوعه جدا وفيها حاجات من عصر ما قبل الاسرات، مرورا بعصر الاسره الثالثه والدوله القديمه عموما والدوله الوسطى ومقابر كمان الدوله الحديثه. وكمان في عندنا تنوع، ان في هنا متحف خاص بامحوطوب اللي هو المهندس اللي بنى المجموعه الهرميه للملك زوسر. فهنا انت هتيجي تقطع مثلا تيكت واحد، هتزور متحف وهتزور مقابر وهتزور اهرامات، وهتدخل كمان جوه اهرامات زي هرم تيتي وهرم اوناس برضو اللي هو اخر ملوك الاسره الخمسه. انا كمان واحنا داخلين يعني بفريق التلفزيون لقينا ان في حفر وتنقيب، هل لسه مستمره الكنوز تحت؟ طبعا منطقه اثار سقاره هي منطقه غنيه جدا، وفي بعض الاماكن لسه بيور لم تكتشف بعض، ودليل على كده في بعثات كتيرة جدا، منها البعثات المصرية والبعثات الأجنبية، بعض الجامعات المصرية، حفائر دكتور زاهي حواس، حفائر الأمين العام طبعا، كلها بتطلع نتائج حفائر شبه يومية، وفي حفائر طبعا بعض البعثات الأجنبية عملوا اكتشافات كبيرة جدا في سقارة، وما زال العمل مستمر في سقارة أعتقد كتير جدا، سنوات قادمة كتير جدا. زي ما بيقولوا كنوز لن تنضب في أرض مصر. ده حقيقي فعلا، ده يتطبق فعلا على آثار سقارة، وكل شوية بنكتشف حاجات كتيرة، وفي حاجات كمان بعد الدولة الحديثة، وفي حاجات يوناني روماني، وفي حاجات بيرشن تايم، في حاجات كتيرة جدا موجودة في سقارة. فارسي طبعا، في حاجات فارسي وفي حاجات يوناني روماني وفي حاجات دولة حديثة ودولة وسطى ودولة قديمة، حاجات كتيرة جدا متنوعة في سقارة. جميل جدا. طب حضرتك هتبتدي معانا منين؟ يعني هتفرجنا ايه ومعانا الكاميرا هنروح نتجول اول مكان ايه، ودينا معلومة عنه قبل ما ندخل. تمام، احنا النهاردة هناخد نموذج مقبرة لنيكاو إيسيسي، وده كان احد النبلاء في عهد الملك تيتي، اول ملوك الاسرة السادسة، ويحمل العديد من الالقاب هنقولها قدام المقبرة ان شاء الله باذن الله. ايه المصطبة اللي احنا واقفين قدامها او المقبرة عايزين نعرف عنها معلومات اكتر، وبنستكمل حوارنا مع ضيفنا. يعني حضرتك اديتنا معلومات حلوة قبل ما نوصل هنا، لكن حابة بقى اعرف المكان اللي احنا واقفين امامه دلوقتي. تمام، ديت مصطبة نيكاو إيسيسي او مقبرة نيكاو إيسيسي، هي طبعا بتقع في الجهة الشمالية لهرم تيتي، طبعا والجهة الشمالية الشرقية للهرم المدرج اللي هو هرم الملك زوسر. المنطقة هنا بتسمى بشارع المقابر، لان طبعا زي ما احنا شايفين قدام الملك تيتي مجموعة من المقابر لبعض النبلاء اللي عاشوا في عهد الملك تيتي، سواء بقى في عهد تيتي او ما قبله أوناس او ما بعده بيبي الاول. هنا مقبرة نيكاو إيسيسي، بنشوف طبعا عصر الأسرة السادسة، كل المقابر اللي هنا تنتمي للدولة القديمة، عصر أسرة سادسة وبعضهم عصر أسرة خمسة أو ما بعد ذلك. طبعا بنشوف هنا في المقبرة بتاعت نيكاو إيسيسي صاحب المقبرة اللي هو نيكاو إيسيسي واقف على هو وظيفته إيه؟ أمين خزانة. هو كان يمتلك العديد من الألقاب، من ضمنها طبعا أمين الخزانة والكاهن المطهر اللي هو الوعب والخرحب اللي هو الكاهن المرتل للملك، وطبعا المشرف على الخزانة، والسمر وعت اللي هو السمير الوحيد. طبعا ألقاب تبقى مذكورة على خد المقبرة أو في الجهة الأمامية للمقبرة اللي هي من الحجر.
المقبرة مصنوعة من الحجر الجيري، وطبعا هي بترجع لحوالي 2400 سنة قبل الميلاد، يعني عمر المقبرة حوالي متكلم في 4400 سنة أو ما شابه ذلك. يعني هي مكتشفة يعتبر حديثا نوعا ما، يعني 85 دي اكتشفت سنة 1985 من قبل المجلس الأعلى للآثار، وطبعا بعد كده عاد نشر المقبرة مع بخصوص أو ما بين المجلس الأعلى للآثار والبعثة الأسترالية المسؤولة عن الإيجيبتولوجيز أو قسم المصريات. تمام. دايما الآثار أو المقابر على وجه التحديد بتتميز بالألوان، إن هي لسه محافظة على ألوانها، بتتميز بنقوش معينة، عايزة أعرف هي بتتميز. هنا المقبره ديت بتتميز بالالوان بتاعتها، يعني في اول الغرفه الاولى ليها بتتميز طبعا بمنظر للحياه اليوميه بوجود الاحراش وبعض الالوان من ضمنها لون الازرق المصري، وده يعتبر لون مميز جدا بالنسبه للحضاره المصريه. يعني اهم النقوش بتقول ايه؟ يعني دايما المصريين القدماء بيأرخوا لحياتهم اليوميه، بيأرخوا لتاريخهم، للمعارك اللي عملوها. هنا المقبره النقوش بتاعتها بتوري. تمام. المقبره هنا طبعا دوله قديمه عموما بتمثل المناظر الحياه اليوميه عكس الدوله الحديثه. طيب المقبره بتتكون من ايه؟ يعني احنا لو دخلنا كده هنلاقي كم غرفه او كم مثلا في حفر تحت؟ تمام. هي المقبره هنا بتتكون من تقريبا 5 غرف، من ضمنهم غرفه يعني شبه النقوش بتاعتها في حاله سيئه شويه، وطبعا الشافت اللي هو بير الدفن وفقط، ولكن الغرف معظمها عليها نقوش تمثل الحياه اليوميه كما كنا سابقا. لقائنا مع ضيفنا، يعني اهلا بحضرتك مره ثالثه. اهلا وسهلا بيك. يعني اشرح لي بالظبط هي بتتكون. تمام. هي المقبرة عموما بتتكون من جزئين، جزء أسفل الأرض اللي هو عبارة عن الشافت، والجزء العلوي اللي هو المصطبة اللي احنا قلنا قبل كده بيتكون من 5 غرف. السفلي ده اللي هي المكسورة ولا لا؟ ده الشافت اللي المفروض يكون فيه غرفة الدفن والتابوت. تمام. أما الجزء العلوي ده عبارة عن شكل مستطيل، عشان كده بيطلق عليه مصطبة. تمام. وهي بتتكون من 5 غرف، هما دول مفتوحين قدامنا دلوقتي، وفي غرفتين تانيين عليهم باب مقفول، فهو التوتالي هما 7 بس الخمسة. تمام بالظبط كده. طبعا بالنسبة لوصف المقبرة بيجي في أول ما بتدخل المقبرة على الجانبين بنشوف صاحب المقبرة اللي هو نيكا وإسسي واقف في الزي الأوفيشال بتاع الرسمي، ماسك في إيده طبعا الصولجان وعصية الشرف. طبعا هو بيظهر على الجانبين في مدخل بتاع المقبرة. بنخش أول ما بنخش بيظهر تاني صاحب المقبرة نيكا وإسسي، بس في الوضع الغير رسمي أو الوضع الكهنوتي، في الرداء الطويل الفضفاض أو الواسع، وهو كان متعدد الوظائف ومتعدد الألقاب، حتى بيظهر هنا بعض الألقاب بتاعته من ضمنها السمر وعت اللي هو السمير الوحيد لدى الملك، والمشرف على الخزانة للمصر السفلى. يعني الألوان دي منذ عهد الأسرة الستة وما شاء الله لسه. طبعا الالوان دي هي الالوان الاوريجينال بتاعه المقبره منذ عهد الملك تيتي، احمر والاسود. ودي طبعا الالوان دي كان بيجيبها من او بيستخلصها من البرونز. بس طبعا محتاجه ترميم وحفاظ عليها. طبعا احنا اساسا بصفه دوريه بيخش فريق كامل هنا من الترميم، بصفه دوريه بيخش بيشوف في اي حاجه حصل لها تاثر او حاجه، بنقدر نعمل كونسوليديشن تاني ونحافظ على الحاجات ديت. بنحاول قدر الامكان احنا نحافظ على وضع المقبره كما هو بدون اي اضافات او تعديلات، ده حصل مؤخرا. يعني احنا بنحاول ان المقبره بقت يعني حتى لو حصل فيها اي تغيير ده بيبقى تاريخيا، فاحنا بنحافظ عليه حتى لو حصل تغيير، فاحنا بنحافظ على التغيير دوت قدر الامكان عن طريق تيم متخصص في الترميم طبعا بقياده دكتور اشرف. تمام. في حاجه ثانيه ممكن اشرحها؟ طبعا هنا بيظهر مجموعه من المناظر الحياه اليوميه. في منظر هنا جميل جدا وهم مرتدين اللي هي اكاليل الورد دوت، عشان خاطر مصنوع من البردي ده، عشان خاطر تحميهم او تقيهم من حراره الشمس. هم طبعا هنا شغالين حياه يوميه في الصيد في النهر، فبيبقى في الصيف طبعا درجه الحراره بتبقى عاليه جدا، فبدل ما يعملوا طواقي او دي الفكره بتاعت الطاقيه البدائيه خالص، بنتكلم من 4400 سنه، فهم عملوا لنفسهم اكليل من الورد مصنوع من نبات البردي بيحطوه على دماغه عشان خاطر يقي من حراره الشمس. طبعا بيظهر هنا هم عباره عن واقفين طبعا على بعض البوتس او المراكب اللي هي البسيطه مصنوعه من اعواد نبات البردي، وبيصطادوا في الاحراش في الدلتا. طبعا بيظهر هنا صاحب المقبره نيكاو إسسي في الشكل الكامل ليه، وامامه المنظر في الحياه اليوميه، من ضمنها المنظر ده بنسميه منظر الامومه.
ليه بنسميه المنظر العمومي؟ لان احنا بنشوف مثلا الثعلب هنا وهو بيحاول ياكل الاطفال بتاعه البط، والام بتدافع عن ابنائها عشان كده. يعني بطه بتهاجم ثعلب عشان اولادها. هو الثعلب بيحاول ياكل قيم. قد ايه القيم الجميله كانت موجوده من عهد القدماء. فهو كان بيوصف لنا الحياه اليوميه، القيم دي اللي خلتهم يتقدموا كده. طبعا. وكمان كان هنا يعني ليها شغل بعيد شويه، ان هو بيقول لك لا قد ايه الام محافظه على اولادها وبتحاول تحميهم وبتعرض حياتها للمخاطر علشان خاطر اولادها. يعني ممكن الثعلب هو ياكل الام نفسها، فهي بتعرض نفسها للمخاطر عشان خاطر تحافظ اولادها. طبعا بيظهر هنا برضو بعض المناظر من ضمنها الفراشه بالالوان. هو عاوز يورينا الحياه في الجنجل، في الادغال، في الاحراش. فطبعا بيورينا هنا الفراشه والثعلب. وده الثعلب. وفيه كمان حيوان النمس وهو بياكل برضو الاطفال بتاعه الهدهد. ده حيوان النمس وهو بياكل اهو. هنا مثلا بيهاجم الام نفسها، يعني دي بطه كبيره وهو طالع على غصن البردي وبياكل او بياخد البطه نفسها، ان هو طبعا حامت نفسها. يعني حتى الاب بيدافع عن الزوجه او الام. فالثعلب او النمس لما ما لقاش فايده ان هو ياخد الاطفال والام بتدافع عنهم، فراح واخد الام نفسها. بس فدوت كان بيورينا قد ايه الحياه اليوميه في المصر القديم. طبعا اللون الازرق اللي تحت دوت هو رمز للمياه او النهر وقتها. وطبعا طبعا وطبعا ديت المركب اللي هي مصنوع من اعواد من حزمه البدر البردي، ومناظر كلها الحياه يوميه وبعض الطيور زي البط وهم ماسكينهم او اصطادوهم من الاحراش. من استراليا وجايز يزور منطقه اثار سقاره، لكن الجميل كمان ان هو بيزور المصاطب او المقابر. هنعرف منه اول مره يجي مصر ولا ايه، ونعرف رايه في مصر، انطباعه. Nice to meet you. It's just intro about this region. So I'd like to know how many days you'll stay in Egypt. I'll be here for about 8 days all up. Your name first? Ryan. From where in Australia? Perth, Western Australia. Yeah, gorgeous. First time in Egypt? Yes, first time. Yeah, but I think you visit different countries for the sake of tourism. Correct, many countries. Can you mention? Morocco recently, Portugal, Spain, Morocco. France. Yeah, lots. So what is the most country, just stick to your memory, is gorgeous for the sake of tourism? So far, probably Vietnam. Vietnam? Yes. Why? I don't know, everything beautiful there. People, food, country. How long will you stay here? Another 6 days from now. 6 days. Mm. You have the program or just tour agency give you a program? You choose it by yourself? No, I just arrive and just explore. Explore? Meet people. Without and arranging? No arranging, no. So who recommend this place for you? It's a step pyramid. My friend is there. Your friend? I met his dad at the shop near pyramids, yeah. And we drink tea together and then we go have dinner, and then so now I... What kind of dinner? They tell you or not yet? We had chicken and I don't know the name of these other ones. Egyptian food? Yeah. Enjoy it. It was lovely. Gorgeous. It was lovely. And then do you have idea about the places you will visit next day or maybe different city? Not yet, no. Just okay. Around. Just around. I want to get on the river. So what do you like more in this region, in the step pyramids area? The tombs and the hieroglyphics mainly, yeah. The hieroglyphics are amazing. Have you watched or noticed the printing in the colored? Yes, because I... Long years ago? When I was younger, I did lots of study with Egypt, yeah. When I was little. And so now to be here and look, it's amazing. You study our history? Yes. Yeah. And the detail to the hieroglyphics, like the little legs and the little very detail, and it's amazing for a little... Okay, I don't want to waste your time. I just need you to send a message to your friends. What could you tell them? Come and look at all the beautiful pyramids and everything. Welcome. It's worth it. Yeah, it's worth it. Yeah. هم من اسبانيا، هم قالوا ان هم من مدينه بالقرب من برشلونه او ما بين برشلونه ومدريد. الحقيقه ان هم زاروا 62 تقريبا زي ما قالوا بلد سياحي. رايهم ايه عن مصر؟ وده اول يوم ليهم هنا، بس اكيد في انطباع. نايس تو ميت يو، ويلكم ان ايجيبت. فيرست اوف اول، ايد لايك يو تو انتروديوس يور سيلف. اتعرف بحضرتك الاول، حضرتك الجايد؟ وليد جلال محمد، مرشد انجليزي وبتكلم ايطالي اسباني شويه يعني. اهلا بحضرتك. Your name please and your city. I'm Carolina. I'm from Spain. I'm living in Zaragoza. Yeah. It's among or between Madrid and exactly. Yeah. Exactly. And my name is Alejandro and I live in the same city.
which is Nubia. Do you have Arabic words? No. 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 Ah, yes. You have, yes. I listen, Anna. Remember. Anna. Sabah al khair. What is that? Good morning. Ah, good morning, no, but I didn't know. Inshallah. Inshallah. Yes. Salah, salam alaikum, sukram. Alhamdulillah. Rafiki. Habibi, no? Habibi. Okay, let's start talking about the touristic places and the touristic countries you have been. You mentioned to me before interview that 62, I think? Yeah, this is going to be the 62nd country I have visited. 62 country, why you choose Egypt to come? Because of the weather, probably, because it's cold right now in Spain. The culture and the history of the country, of history, course. But the fact of being here with a t-shirt is it's great. The sun, the climate, you like? Yeah, definitely. It's cold in Spain right now. Yeah. And what about The history and the culture of the country, of course. Yeah. I mean, I haven't visited so many countries as him, but more or less 25, 30, more or less. And always thinking about the culture and the history and the country that you are going to visit to, not only the weather. Many countries teaching in their syllabus, especially in the history, about Egypt. They learning about Egypt from, what about your country? The same. Like the culture in Egypt, the Asian culture in Egypt is like very famous. Study about Egypt? Yeah, obviously. During school or college? No, during school. Not in college, but in school, obviously, you study the ancient civilization. Egypt. And Egypt is part of that. Yeah, it's the same. So, why you choose this place as the first place to visit? Is it the first one? Cairo, yes, it is. Because it was going to be the most interesting place, so we want to spend more time here. After you end this visit, you will have accessories or any gift or presents to your friends or not? Probably. Not today, but on our visit we will buy. From where do you have this car? From him. Yeah, really. Is it a gift? Yes. So it gives us pleasure to have you here and hopefully back once more to visit all the places in Egypt. Yeah? Perfect. Thank you so much. Thank you. خلصت حلقتنا النهاردة وكنا في هذه المقبرة أو المصطبة، مصطبة نيكاو إيسيسي. اتكلمنا عن جمالها وما يميزها من ألوانه اللي لسه محافظين عليها لغاية دلوقتي. فعلا كانوا عظماء، كانوا بيعملوا إنشاءات معمارية متميزة وكانوا بيعملوا نقوش ساحرة. كل ده شفنا النهاردة ودنيا السياحة. إلى اللقاء وحلقة جديدة.